يا مساء الخير على كل مشاهدينا، واهلا بحضراتكم وحلقه جديده على الهواء مباشره. الستات ما بيعرفوش يكذبوا. بحيي منى زميلتي، وان شاء الله نلتقي مع اميره يوم السبت الجاي. هي جت من اجازتها وهتكون حلوه. زميلتي دي زميلتي وحبيبتي واختي وصاحبتي وكل حاجه كده في كلاس واحد. حبيبتي ازيك يا منى؟ الحمد لله. مساء الفل مفيده، ومساء الخير على مشاهدينا جميعا، وحلقه جديده ان شاء الله حلوه باذن الله. اقول لك حاجه، احنا موضوع حلقتنا النهارده احنا بنتكلم عن فن صناعه التفاؤل، وعايزه اقول حاجه وانا ما بجاملهاش، لكن بجد الواحد لما بيجي يقعد قدام منى كده وهي بتضحك بجد وشها بيخلي عندنا نوع من البهجه، بنتفائل. ضحكتها حلوه. وانتوا يعني عايزه اقول معانا اميره في ساعات بنبقى داخلين كده واقعين. بص قعدنا على الترابيزه وضحكنا، واميره تقعد تهيس قبل الهوا. لا بس انت وشك ربنا يكرمك ويفضل تفضلي كده على طول. ربنا يبارك فيكي. يعني التفاؤل يا جماعه حاجه مهمه جدا. طيب التفاؤل ده حاجه احنا بتبقى طابع فينا، ولا ممكن نكتسبها، ولا ممكن نعملها؟ انا مع حتة ان احنا نقدر نعمل التفاؤل. لا، يجب ان نكون من صناع التفاؤل. بس صناعة التفاؤل ما بيجيش كده من غير اي قرارات داخلية. لا، صناعة التفاؤل عامل كأنك بتمضي لنفسك على نفسك. يعني انت بتمضي ورقة بتقول انا قررت ان اكون متفائل. عشان اكون متفائل لازم اعمل 1 2 3 4. لو ما عملتش 1 2 3 4 دول مش هكون متفائل. كلنا بنعدي مشاكل. ياه، مين فينا ما بيتفرجش علينا دلوقتي يقول ايه ده، انا المصيبه اللي عديت بيها الاسبوع اللي فات والشهر اللي فات. كلنا عندنا مشاكل وكلنا بنعدي مراحل بنبقى محبطين. الفرق بيني وبينكو او بين اللي بيتفرج عليا هو متفائل وانا متشائمه، ان هو بيقرر ان هو يتجاوز المرحله دي، بيقرر ان هو يعدي الطوبه دي الصخره، لانه متاكد ان بعد الصخره دي في خضرة وزرع وضحكة حلوة وجمال. فعلا التفاؤل فن وحرفة زي ما قالوا بعض العلماء والدارسين، وقالوا اتصرف كأنك من دلوقتي جبل. بالظبط، محدش يقدر يهزك. كأنك شجرة بقالها 3000 سنة في الأرض، يا جبل ما يهزك ريح ولا عواصف. صناعة التفاؤل انك تعلن رغبتك من دلوقتي ان انا هستمتع بحياتي حتى لو أخطأت، هبتدي من جديد، ما بصش ورايا، أبص قدامي. اعتقد كمان حتى في القرآن مفيدة، حتى قال الواحد يبقى معيشته بالناس بالعامة كده بيقولوا معيشته دنك. دي بقى اللي لما ما بتذكريش ربنا، لو وقت الشدة وقت المحن الواحد ما بيذكرش ربنا جواه، فربنا قال فإن له معيشة دنك ونحشره يوم القيامة أعمى. يعني إذا اول ما يحصل لي حاجه اقول قدر الله ما شاء فعل، انك يعني تتقبلي ربنا هيقويني. كلمه المصريين دايما الحمد لله، ربنا هيعديها. يا ما ده اتعرضت بقول، عارفه الناس اللي بتقعد تقول الكلام ده، انا منهم اصلا. انا من الشخصيات، يعني انا من الشخصيات مهما حصل، والله يعني انا ما بضحكش عليكم، بس انا مهما حصل دايما بيبقى عندي يقين من جوايا ان بكره احلى، ان ربنا هيكرمني، ان بعد العسر يسر. دايما ان بعد العسر يسر دايما بتبقى في دماغي، او يعني انا بقول بعد مع العسر يسر، مع العسر يسر، يعني يجي العسر ومعاه اليسر من الله سبحان الله. يعني دي انا مؤمنه بيها جدا. وفي حاجه بقى منى كانت قالت صناعه التفاؤل، ابسط حاجه تقدر تعملها حالا دلوقتي وانت بتفكر وانت بتسمعنا انك تضحك. اضحك اضحك، بس اضحك من قلبك، ما تضحكش لمجرد ان انت فاتح شفافك كده قررت انك تتفائل. لا، اضحكوا، خلي كل حاجه فيكم بتضحك، عينيكم بتضحك، جسمكم بيضحك، بقكم بيضحك. التفاؤل بدايته ضحكه حلوه، بدايته تفكير ايجابي، بلاش سلبيه، بلاش اقول يا اليوم وحش وانا عملت واترفدت والشغل ومفيش فلوس والعيال والتربيه. طب اوكي، طب وبعدين؟ بعدين بعد ما نوصل ان احنا كأبنا نفسنا وفكرنا منتهى السلبيه هنعمل ايه؟ لا، ما ينفعش احنا نفكر بسلبيه، محتاجين جدا ان احنا نكون ايجابيين. علماء النفس بيقولوا البرمجه السلبيه اللي بتديها لنفسك بتبقى عامله زي فرامل العربيه، بتبقى تطلع مطلع، فالسلبيه دي تفرملك، ما بتقدرش تكمل حاجه. انت تصحى يومك كده من اوله تقول انا هقدر، انا هنجح. حتى في ناس تقول لما ما بتنجحش في شغلها او بتنجح حتى في شغلها تقول لك اصل انا كنت الوحيد في الفريق ده، اصل انا الوحيد في الشغل اللي كنت بعرف الشغل فعشان كده نجحت. لا، يعني لازم افتخر بنفسي ان انا اقدر، وان انا اقدر انجح، وان انا ابقى الاول، ليه لا؟ صح. انت عارفه حته تفتخر بنفسي دي، انا عايزه اقول لحضراتكم حاجه. مش عارفه في فيلم من افلام زمان اللي هو انا مش صاير اوزع، مش صاير اوزع على طويل وهبل، انا ما بهرج، انا بهرج. الدكتور قال له امشي وقول كده على طول. انا قوي، انا طويل، انا طويل، انا قوي، انا اقدر، انا اقدر اعمل، انا انسان ذكي، انا انسان اقدر اتغلب على المستحيل، انا هلاقي شغل، انا مش ضعيف.
الكلام ده مهم جدا، مهم جدا انك تقوله لنفسك، حتى لو انت بينك وبنفسك قاعد لوحدك، ده مش عيب، ده مش ان انت بتدي نفسك انطباع مش موجود فيك، لا، ده بيعمل نوع من الاحساس بان انت بطاقه ايجابيه، فبتقرر انك تكون متفائل، بالتالي بتقرر تنزل وانت مبتسم للحياه ومشرق، فبالتالي بتلاقي ان ربنا كرمك لان انت راضي. طالما ارتضيت ووافقت وقلت الحمد لله، اعتقد ان ربنا هيكرمنا. بيقولوا كمان ان العقل الباطن ما يملكش اي حاجه خالص، لا بيفكر ولا بيميز فكره حلوه فكره سخيفه فكره جيده، هو بياخد من الوعي بتاعك في اللاوعي، فهو زي الجزء المغمور من الجليد تحت سطح الماء، يعني هو ياخد الاوامر منك، فانا اللي هقدر اسيطر على العقل الواعي، انا اللي هديله، هو مش هيفكر خالص. يا اما هديله قوه ايجابيه، وده هنعرفه من ضيوفنا طبعا، احنا طبعاً. مش دكاتره يعني او متخصصين، لكن هنعرف من ضيوفنا حكايه العقل الباطن. هو احنا قلنا اللي احنا حاسين بيه، لكن هنحاول ان احنا ننقل لكم الموضوع ده بقى بشكل مدروس ايجابي، 1+1=2، نعمل ايه عشان نصنع التفاؤل، نفكر ازاي، نتعامل ازاي، ناكل ايه، نبعد عن ايه، نلبس الوان ايه، نروح فين. يعني احنا محتاجين مع ضيوفنا ان احنا نسالهم اسئله كتيره جدا، واعتقد منى هتقول لنا النهارده ضيوفنا مين يا منى. ضيوفنا في الفقره الرئيسيه هيكون بعنوان الايجابيه وصناعه التفاؤل، دكتوره غاده الخولي، استاذه الطب النفسي بجامعه الازهر، والكاتب الصحفي الاستاذ يسري الفخراني. طبعا بعد الفقرة الرئيسية احنا عندنا فقرة محتاجين جدا ان احنا نتكلم فيها، وهي فقرة عاملينها مخصوص في يا جماعة من 16 سنة بيحصل معرض دولي للسلع الغذائية، ودايما توقيته بيبقى في اليومين دول علشان خاطر دخلة رمضان. المعرض ده هيقام خلال ايام، واجمل حاجة في المعرض ده ان في سلع كل حاجة موجودة وبأسعار تقريبا جملة، والناس بينزلوا وبيكونوا موجودين وبيحاولوا يخزنوا البيت زي عادة كل المصريين في رمضان. لكن عامل حاجة غريبة جدا السنة دي وخلانا ربطنا بشكل غير مباشر للمعرض ده. المعرض ده عامل سكشن كده أو مكان لتعليم النساء أو البنات إزاي يطبخوا. طبعا ما بدهاش، انا عرفت ان المعرض ده هيعلم الستات، ده انت هتروحي تعلميهم بقى. قررت اكون اول المنتسبين في هذا المعرض لاصدقائي. المعرض اللي جاي احنا نبقى موجودين فيه، الستات ما يعرفوش يطبخوا هيكونوا موجودين فيه. قررت انه هيبقى فيه مجموعه من الطهاة وجمعيه الطهاة، واحد واحد فيهم. في حاجه اسمها جمعيه الطهاة المصريين، ده هم اللي هيشاركوا، وفي 350 يا جماعه على فكره شركه هتقدم عروضاتها، وشركه برستيج هي اللي بتنظم المعرض بالظبط. وعايز اقول لكل اصدقائنا اللي عايز يجي يتعلم معانا واللي عايز يكون موجود، ونستغل كل الطهاة والشافس الموجودين ونتعلم، انا هكون موجوده. واطباق خاصه لرمضان على فكره كمان، هيعملوا اطباق خاصه لرمضان، وعايزين نقول لحضراتكم ان كاميرا الستات ما فيش يكذبوا هتكون هناك في المعرض، وهتنقل طبعا يا مطبخنا تفاصيل عن يا مطبخنا، هنستمتع بالمطبخ بتاعنا اليومين الجايين دول. ضيوفنا في الفقره دي هيكون معانا استاذ محمد منتصم مدير عمل الشركه المنظمه لمعرض سوبر ماركت، والاستاذ اشرف جمال مدير العمليات بجمعيه الطهاء المصريين، والشيف رندا اللي اكيد شيف رندا هتبقى موجوده معانا تابعنا برده. شيف رندا احنا جايين لك فهتكون مظبطانا. تمام، وعايزين نسال الفيسبوك يطبخوا ولا لا، قول لنا السؤال. سؤال الفيسبوك برضو عشان خاطر تكونوا معانا في موضوع صناعه التفاؤل. السؤال بيقول هل تعتقد ان التفاؤل قرار، رد فعل، طبيعه شخصيه؟ هو كلامنا كله بيقول انه قرار، حتى لو كانت طبيعتي غير كده انا احاول بقرار ده اغيرها من دلوقتي. انا ومنى مع قرار، وطبعا هنسيب التصويت لحضراتكم. طبعا النهارده الاربعاء، وطبعا هيكون معانا مفاجآت الشيف محمود، هيعمل سلمون فيش او سمك سلمون بالبطاطس وكفتة سمك بشكل جديد. شوفونا مع الشيف محمود النهارده ان شاء الله. بعد الفاصل هنلتقي بموضوع حلقتنا النهارده، فن صناعة التفاؤل، دكتورة غادة الخولي استاذ الطب النفسي بجامعة الازهر، الكاتب الصحفي والصديق يسري الفخراني. بعد الفاصل صناعة التفاؤل، يعني هل ممكن إنسان ما يكونش مؤمن إن هو لازم يبقى متفائل، وبني آدم شايف إنه كل يوم بيصحى الصبح قرفان زهقان طهقان،
هيجي يسمع مننا لما نقول له على فكرة انت ممكن تعمل لنفسك حاجة اسمها تفاؤل وممكن تنزل وتبقى مبسوط اكتر من ما انت فيه؟ موضوع مهم جدا، اعتقد انه مستحق مننا ان احنا نفهمه ونعرف ازاي نمسك ادواته، لان احنا كلنا محتاجين جرعة تفاؤل جامدة جدا. النهاردة بيسعدنا يكون معانا في الاستوديو دكتور غادة الخولي، استاذ طب النفسي بجامعة الازهر، والكاتب الصحفي الاستاذ يسري الفخراني. اهلا جامعة عين شمس. الاول قبل اي قبل ما منى تبتدي اي حوار، انا الاول ببارك لك على كتابك الجديد نافذة صغيرة على بحر. وانت طبعا ومن انت كان توقيع امبارح؟ التوقيع كان امبارح. واعتقد ان الكتاب عباره عن قصص من بريدك الخاص، حقيقي يعني قصص حقيقيه. دول اول جزء من مشروع كبير انا عامله اسمه قصه كبيره. بنجمع قصص الناس كلها. والناس هي اللي بتروي القصه، انا يعني على قد الحكايه بكتب. حتى هتلاقي في المقدمه بتاعت كل اللي انا عملته ان انا نقلت افكار الاخرين وحياته. مناسبه توقيع. والدكتوره غاده صديقتنا اساتذه التنميه البشريه بيقولوا ان صناعه التفاؤل هو انك تبدا او تتصرف كعملاق. ازاي ابدا بتصرف كعملاق؟ لا طبعا كلمه صناعه احنا في النفس، النفس دي مستويات. كويس، اشرحي لنا. اول مستوى العقل اللي ربنا ميزنا بيه، تاني مستوى المزاج، ثالث مستوى السلوك. لو الصناعة بدأتيها من تحت لفوق عمرها قصير. الله. يعني لو جيتي قلتي هبقى متفائلة عن طريق بعض السلوكيات اللي هعملها اليومية، أو إن أنا أشتغل على مزاجي أعليه، هتبص تلاقي نفسك يومين تلاتة وهبطت الحكاية العزيمة. بالظبط، لأنه إحنا بني آدمين ربنا أراد صناعتنا تبقى من فوق لتحت، من العقل للسلوك، ما نبقاش من السلوك للعقل. يعني تدبر اولا ازاي من فوق لتحت يا غادة؟ بالظبط. من فوق لتحت معناه ايه بقى؟ ان انا بفكر بطريقه مختلفه، بعمل عمليات معرفيه وعقليه مختلفه، فبلاقي الصناعه دي ممتده المفهوم. هو الوعي اللي هو انا مش فاهمه. افهمك حلو. انا جيت قلت مثلا هعمل على مستوى العقل، وانت الناس كلها دلوقتي بتصيف، كويس؟ حبيتي تصيفي في بلد ما تعرفيهوش، ففتحتي الانترنت، نقيتي مثلا مكان معين في اي بلد اوروبي. اوكي، متفائله بقى عايزه تروحي تعملي كل اللي نفسك فيه. اول عمليه عقليه عشان تصنعي التفاؤل وانت رايحه اسمها المعرفه. لو مسكتي المكان ده فصصتيه، قريتي فيه ايه وراح فين ومنين وبكم وازاي ومين ده، علم كمان، علم المعرفه ده. خلاص، انا مش ممكن هروح هذا المكان هحبط، لان عندي كم من المعلومات عليه ومن الفيدباك، حتى لو الفيدباك سيء. يعني حتى لو قريت انا رحت المكان ده وما انبسطتش بالاكل، يبقى انا رحت عامله حسابي ان انا مش هاكل في المكان ده، هشوف مكان بره اكل فيه. لكن البني ادم اللي بيحط معلومات قليله قوي مش عايز يعرف، يعني عايز عارف ان المكان ده بكام، في كذا، قفل الانترنت خلاص، دخل بقى عايز يتفائل. اذا يبقى اول حاجه المعرفه. اول حاجه المعرفه. اسمحي هنكمل معاكي بقيه الحاجات. استاذ يسري، انت من الكتاب المصنفين دايما انك انت متفائل، فاسمح لي ان انا اخدك كمثل، نموذج. نموذج. انت ازاي بتفضل متفائل؟ انت 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 على طول متفائل، ازاي محافظ على الطاقه الايجابيه اللي مخليك رغم كل الحاجات ممكن تضايقك كانسان زينا زيك، لكن ما زلت متفائل؟ بصي هقول لك على حاجه مفيده. انا يعني شايف ان التفاؤل انك انت تصنعي التفاؤل للاخرين الاول عشان تاخديه منهم. مفيش تفاؤل فردي، ومفيش امل فردي، ومفيش حلم فردي. ما ينفعش اصحى الصبح اقول انا هنزل اخد بعض كده صفر واروح اقعد اشرب قهوتي واقول الحياه هتبقى لذيذه. لو مش اللي حواليكي، واللي حواليكي دول مجموعات، في المجموعه القليله في بيتك، في المجموعه الاوسع، المجموعه اللي انت هتقابليها، لو المجموعه دي الحاله اللي انت هتقابليها دي مهما كنت انت في حاله عندك طاقة عالية جدا من التفاؤل، ما ينفعش تستمر بعدم وجود الآخرين عندهم نفس الحال. أنا كنت محظوظ أني بدأت فكرة الكتابة عن مش التفاؤل، لكن عن إزاي تلاقي نفسك. يعني مهم جدا أن الواحد يلاقي نفسه. هي دي فكرتي الأساسية، وهي دي الفكرة اللي أنا عملت بيها من أول السطر،
يمكن قدمت 1000 ساعة على راديو مصر. الفكرة انك تلاقي نفسك. وعلى فكرة انك تلاقي نفسك دي مش صعبة، لانها مسألة بأفكار بسيطة جدا. ازاي؟ لا يعني أفكار من صعبة، أفكار من صعبة بالنسبة جداً. لك عشان انت عديت بالامتحان ده، لكن اللي بسمعك خالص. بصي في ناس بسطة، انا يمكن في هتلاقي في الكتاب هنا ناس بسطة جدا ومتعلمين بشكل بسيط، لكن بيعرفوا يلاقوا الحالة المزاجية السعيدة اللطيفة اللي ممكن يعيشوا بيها ويتوافقوا، اللي هي من الآخر بالبلدي ودينيا بنسميها الرضا. الرضا، حالة الرضا، حالة الرضا دي اللي هي بتوصلك لأنك أنت لو يعني عملت كوباية شاي وقعدت في بلكونة مبسوطة وسعيدة ومتفائلة إن أنك تقدري تغيري العالم كله، أو أني أحسن من غيري، ملكة العالم كله، وأنك أحسن من غيرك بكتير. فهي فكرة، فهي شوية حاجات متشابكة. انا دايما بقول ان النهارده انت لما بتبقي ماشيه حتى في الشارع الصبح، ماشيه بعربيتك او ماشيه على رجلك مثلا، ماشيه بعربيتك ولقيتي حد معدي من الطريق وقفتي، دي حاجه فيها فلوس، في دفع فيها فلوس او مجهود، مفيش حاجه خالص. الفكره البسيطه دي قد كده، بعد ما بتعدي العيله اللي بتعدي وانت ماشيه بتحس انك عملت حاجه. ففكره انك تخلي السرور على الاخرين او انك تحسي برضا، تحسي انك انت كان عندك قرار، كان ممكن تمشي بسرعه على فكره وتسيبيهم يعني يستنوني لما انا اعدي، يستنوا لما انا اعدي، وده بيحصل للاسف كتير. ففكره انك انت تعملي حاجات بسيطه تعمل لك حاله من الرضا، حاله من انك ادي نفسي، ادي ادي انا اللي بدور عليه. فالمساله مش صعبه على فكره، ومش محتاجه تعقيد ان احنا نعملها بس بالورق. بس عايزين نفصصها اكتر من كده صح؟ دكتوره بدات بالعقل هو كذا حاجه اللي قاله والكلام اللي طبعا المعرفه العقل طبعا دي علميا مظبوطه جدا. يعني احنا نمره واحد قلنا المعرفه نمره اتنين التفاؤل ده عباره عن ايه؟ انا عايزه اشوف بكره ازاي. تمام اوكي، ده اسمه غيب، مش اسمي بكره لا معرفوش. انا عايزه بكره يبقى حلو، عايزه الساعه الجايه تبقى حلوه، عايزه السنه الجايه تبقى حلوه. هنا بقى في حاجه فيتل على مستوى العقل، وهو انا علاقتي بربنا من انهي منطلق. لو علاقتي بربنا من تحت لفوق انسي انه يلعب في المنطقه دي خالص. احنا قلنا تحت ده اخر حاجه اللي هو السلوك. يعني انا النهارده علاقتي بربنا صلاه وصوم وزكاه وعمره وحج والعبادات، يعني عبادات ده مستوى اسمه مستوى سلوكي. او حتى مزاجي ان انا اقعد اسمع مش عارفه حاجه قران مش عارفه ايه، ده برضو مستوى مزاجي. ده ما يلعبش خالص في الغيب بكره، ما يلعبش في الامان. انت عارفه الناس تقول لك انا خايفه من بكره، قصدك تقولي ان انا لما انا ببقى في المعاملات محافظه على التصرفات دي عمري ما هقلق من بكره. لو انا علاقتي بربنا صوم وصلاه وعمره لا دي هخاف من بكره طبعا، اخاف من بكرة. طبعا وانا محافظه على الصوم والصلاه والعمره طبعا دي اخر حاجه فرضت في الاسلام هي العبادات. تحصيل حاصل دي، انت فهماني؟ الاسلام لما جه بدا بالحريه بالعقيده ثم بالشريعه ثم بالعبادات، ده السيستم اللي مشي بيه انت فاهمه. فانت لو طلعتي من فوق انت مش مسلمه، انت لازم تبقي حره، لازم تبقي معتقده، عندك فيس ثم الشريعه والعبادات دي بقى خش في الاديان اختلفي مع بعضنا. دي بقى امثله، دي حاجات بسيطه ببساطه لكل مشاهدات الفرجه. احلى حاجه في الدنيا في هذا الموضوع، عارفه البلكونه لما تبقى الجو حلو كده وتقعدي تفضفضي مع ربنا، اتكلم معاه. يا سلام، لسه كنا بنقول في المقدمه كده يا سلام، وبالذات وقت الفجر احلى حاجه ممكن تتخيليها. ومحدش يجي يقول لي اقوم اصلي، لا، الرسل ما صلوش في اللحظه دي. الرسول عليه الصلاه والسلام قاعد على شجره وقال الى من تكلني؟ فما اني اشكو لك ضعف قواتي وقله حيلتي، ما امشي صلى ركعتين. ده كان قاعد. سيدنا ابراهيم لما كان بيكلم ربنا وبيقول له اقعد الطير، ما كانش بيصلي، ده كان بيكلمه منه ليه كده في الهواء. اذا ان شايفه ان الطرق من طرق التفاؤل ان انا اتكلم ربنا. شوفي ربنا بينور، بتلاقي انت الدنيا بقت بيس لوحدها كده، يعني فاهمه؟ دي مهمه جدا، والواحد لو عملها عاده. ودي على فكره اللي بيقول عليها الاستاذ يسري الناس الطيبين اللي بيقعد في الزراعيه ولا بيقعد في السطح، او تصحى الصبح تلاقيه بيضحك في وشك وتلاقيه بيكلم اللي خلقه، لا بيكلم حد ولا بيروح لدكتور نفسي ولا عنده اصحاب ولا بيروح مصيف، ولا هو بيكلم اللي خلق كده منه ليه؟ فتبص تلاقيه ربنا نور له طريقه زي ما بيقولوا. طب التقسيمه تاني بقى يا دكتور، العقل وحاجه والمزاج والسلوك. ثالث واحده بقى، انا التفاؤل ده لازم ابقى عارفه ان هو بيجي من جوه لبره مش العكس.
يعني مثلا انا حطيت الطبق الاحمر ده فانا بحب اللون الاحمر، فما احطش في دماغي ان اللون الاحمر هيعمل لي احداث لطيفه او هيخلي يومي جميل، ده في حد ذاته كارثه عقليه يعني، لانه اصبحت اشركت انا اليوم الاحمر في القدر كده. انت واخده بالك ازاي؟ ليه ليه بس في حاجات بتبهج زي الورد وزي الناس يقول لك ايه البي عايزه تتفقلي ومبتهجه كده، البسي احمر البسي احمر البرايت كولرز عشان colors. ايه انت مش معايا ولا ايه؟ عشان ده ايه؟ جدا اصلا يعني يعني انا عايز بس اقول لحضرتك بدون قطع كلامك، هو فكره ان الاشياء الجميله اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى هي في الاخر اللي بتؤدي لايه؟ لحاله شعور كده ايه باللطافه بالحياه اللذيذه لانك انت مش هتتفائل ولا هيبقى عندك امل ولا هتحلم ولا هتشتغل غير اما تكون انت شخصيا سعيد متدفي. البيضه ما بتفقس الا في الدفى، صح؟ والارض لو بردت ما تطلعش شجره، فلازم الاشياء اللي حواليك كلها تبقى حضناك. حتى لو لون انا ما عنديش مانع ان انا اشرب في حتى في كوبايه انا حتى لو انت متضايق بتدي حاله، وانا لو متضايق لو متضايق بجد مش عارف ابقى متفائل، مش عارف افكر اصلا. دي بقى دي اللي هي اللي احنا بنقول عليها ان الاحمر يديني حاجه او دي على مستوى المزاج. انا عاجبني النقاش يعني دي على مستوى المزاج دي عمرها قصير. يعني انا لو مش من عقلي من جوه اوكي، انا قدام بيتنا شجره حلوه جدا والشجره دي بتخلي لي مفتح في تفاؤل جميل قوي، بس انا لو مش عارفه ان التفاؤل ده زي ما قلنا بيطلع صناعه بتطلع من جوه لبره، لو اتكلت على الشجره دي كل يوم لا مش هتجيب. يعني العقل الواعي ما بيديش للعقل الواعي. انا اقول لحضرتك ليه بقى اتكل على الشجره. شوفي اللي قاعد في منطقه عشوائيه والمنطقه دي مكسره وقبيحه والزباله عمره ما يبقى عنده لا امل ولا حلم ولا تفاؤل. اللي قاعد في منطقه نظيفه، انا ما بقولش غنيه، نظيفه وبيلبس كويس، بيغسل وشه الصبح، بياكل اكله نظيفه، الحاجات دي مفيش كلام هتساعده على انه يكون متفائل، ان الواحد يبقى زي يعني الفلاح هو يولد صح. بس انا معترضه على كلمه عمره، انت بتلاقي ساعات انت عايزه التفاؤل يبقى لا مش في العشوائيات، لا انا معترضه على حضرتك، لا عشوائيات ممكن جدا الحياه اللي كانت مش عشوائيات. طب اسمعك، او الحياه الفقيره مش عشوائيات. لا مش قصدي على الفقير، يعني الطبليه الصغيره دي مش ده مش عشوائيات. حتى الناس اللي في الحروب، الناس اللي في الامان، الناس اللي في المغاره، الناس لما انت بتحب تتطلع التفاؤل من جوه بيطلع. يعني انت بتلاقي واحد في منتهى يعني وماسك طياره ورق في منطقه في منتهى ومبسوط جدا والضحكه من هنا لهنا وشايم الطياره وعمال يعمل كده، وانت لابسه راكبه عربيه جميله جدا وعندك حاجات حلوه جدا بس هو مبسوط وتحسديه على الضحكه دي، فاهمه؟ يعني فانت قصدك ان الضحكه دي اللي مطلعها من جوه هو صانعها لنفسه. طبعا لو انا ما عنديش هذه القدره فانا هديني ده سموها ايه بقى في الحته دي؟ سموها في العلم في المزاج كيوز اللي بيقولها استاذ يسري. كيو يقول لك الانسان كل ما كان عنده كيوز يعني كل ما كان عنده مفاتيح صغيره قوي تعمل له انبساط وتعمل له تفاؤل، كل ما كان الانسان ده في امان نفسي ضد الملل. طب عايزين نعرف المفاتيح دي. بس وتعرفي انه اكتر ناس بتعاني من هذا الموضوع هم مين؟ المدمنين. المدمن ما يعرفش يبسط نفسه، يعني اقول له خش خد شاور، خش جيب فنجان احمر واشرب فيه، خش اعمل لنفسك كده قاعده واعمل بيتزا وجيب اصحابك، مش عارف. طيب اسمحي لي نقف لغايه ان ناخد فاصل ونرجع بعد كده نكمل الحوار المهم ده، بس بعد الفاصل. مرة تانية مع حضراتكم والحوار منشق لاثنين، التفاؤل انا ممكن يبقى تفاؤل عقلي وممكن يبقى تفاؤل سلوكي هفهمه اكتر او وجداني، ده الثالث بتاع الاستاذ يسري. الوجدان هو المزاج. الوجدان والسلوكي. الوجدان هو المزاج. الوجدان انا اتلخبطت في الموضوع ده بس انا عارفه دلوقتي وعقل ومزاج. خليكم في الوجدان. هو ليه تفسير ان الوجدان غير المزاج. معانا تليفون مع الاستاذ سوسن. اهلا وسهلا، اتفضلي سوسن. ايوه معاك يا استاذه مفيده. اهلا وسهلا يا فندم. مع حضرتك مدام سوسن الشرقي في المحله الكبرى. اهلا وسهلا بحضرتك وكل اهلا بيك حضرتك استاذه منى، والف تحيه لضيوفك الاعزاء. اهلا وسهلا. اولا التفاؤل ده صفه جميله جدا، ويا ريت الواحد يعني يقابلها في طريقه، لان معظم الناس اليومين دول مش عارفه، يعني الواحد لما بيقابل حد اليومين دول، هي صحيح اي نعم الظروف اللي حوالينا اليومين دول وظروف البلد لا تدعو الى التفاؤل، بس التفاؤل ده بتبقى صفه من الانسان ذات نفسه.
في وش زي ما بنقول وش بشوش، وبعدين في عندنا مثل زمان كنا بنقوله وش بشوش ولا جهر ملو الكف، يعني الوش البشوش اجمل شيء. وش بشوش ولا جهر ما ولا جوا يعني جواهر ملو الكف. الوش البشوش بيبقى ايوه، يعني الواحد لما يقابل وش بشوش يبقى عنده امل في بكره، عنده امل في النهارده. طبعا بكره ده بتاع ربنا. طب استاذه سوسن، مدام سوسن، انت مع المقوله ان انت تقدري انك تكوني متفائله لما تستدعي عقلك انك تقرري انك تكوني متفائله، ولا راي استاذ يسري ان التفاؤل ده في المشاعر في الوجدان، ان انا لازم احسه عشان اعيشه؟ لا، هو فيه يعني الواحد بيبقى يعني عنده زي ما بنقول عشم في وجه الله، واحنا متعزمين في وجه الله خير، ويبقى داخل على اي مشروع او اي عمل عنده تفاؤل. ولازم الانسان يعني يكون عنده ايمان قوي بالله، ان هو يعني من جوه لبره من جوه كل شيء مردود لوجه الله سبحانه وتعالى، كل شيء في يد الله. بس لازم نكون احنا عندنا نبره تفاؤل، يعني ما بلاش الكآبه ديت وبلاش الحزن. في ناس يا استاذه مفيده لما تقابليهم وشهم كده قافل على طول، انكشر على طول، يا ساتر. يعني مش معقوله، يعني يمكن يبقى قاعد قدام التلفزيون وفي حاجه بتضحك وخايف يضحك لحسن وشه يكرمز زي ما بيقولوا ولا حاجه. اشكرك. شكرا. نشكرك يا استاذه. نشكرك يا فندم. معانا منى. مساء الخير. مساء الخير، ازيك يا مفيدة؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ ازيك يا منى؟ الحمد لله، عامله ايه؟ وحشتوني. حضرتك كمان صديقه البرنامج الغاليه علينا. شوفي الجمال حبيبتي. الله يخليك ويكرمك. تحبي تقولي ايه في موضوع صناعه التفاؤل؟ هل هي فن فعلا؟ انا هقول يا رب، واخده بالك؟ عشان انا حاسه ان الناس كلها عندها كآبه الايام اللي فاتت. والناس مش طايقه تكلم حد، وتلاقي اي حد لو حد قال للتاني صباح الخير بيتخانق معاه. انا بقول يا رب عاوزه تفاؤل، ان انا الاقي الشوارع نظيفه، والاقي الناس رجعت بادبها واخلاقها بتاع زمان. ان شاء الله بقى. اكيد احنا نتفائل بالخير، تفائلوا بالخير تجدوه ان شاء الله، يعني باذن الله يبقى خير باذن الله. معانا ايمان. اهلا وسهلا بيكي. اهلا اهلا، عاملين انتوا منورين يا مفيده، انت زي القمر ومنى زي القمر بجد. ربنا يخليكي حبيبتي. انا وسهلا، ازاي؟ وانا بحبكم قوي، يعني بحب منى من زمان جدا، وبحبك يا مفيده من زمان، من ايام برنامج الاغاني اللي كنت بتعمليه مع ادهم. كنت هنغني ده كده ايام. شفتي متابعاكي من زمان قوي. الله يكرمك. ايه صوتك متفائل يا ايمان؟ قولي لنا ايه موضوع التفاؤل معاكي، هو فن وصناعه ولا تقدري تتفائلي؟ انت شخصيه متفائله؟ اقدر اتفائل. هو انا شخصيه بحاول اتفائل، اوكي، يمكن يبقى في حاجات كتير جدا ضغوط في الحياه تخلي الواحد مش متفائل، بس بجد التفاؤل لوحده بيحل اي مشكله. بالظبط، يعني اكيد. وعدم التفاؤل ان الواحد يبقى مكتئب ومش متفائل، ده ممكن لوحده يسبب امراض كتير وحاجات وحشه كتير. صحيح. بجد صحيح. لازم الواحد يتفائل، عشان زي ما قلت يا منى، تفائلوا خيرا تجدوه. وانت بتعملي ايه يعني لما بتنزلي تشوفي حد الصبح زي ما استاذ يسري بيقول، انت تصحي ممكن تبقى عندك تفاؤل، بس الناس اللي حواليكي لو لقيتي اللي قدامك مش متفائل تديله طاقه ولا تاخدي منه وتفرمله؟ لا، احاول طبعا، حتى لو انا نفسي من جوايا حاسه بعدم تفاؤل لازم اجيب له تفاؤل، لان لو كل واحد جاب للتاني تفاؤل هنبقى كلنا متفائلين. لكن لو انا احبطه وحد احبطه كده يبقى كل الناس عدوى التفاؤل. ان شاء الله. بنشكرك يا ايمان. شكرا. في منى برضو. مساء الخير يا منى. السلام عليكم. اتفضلي. اهلا وسهلا. ازيكم؟ ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. جمال جميل ده، يا رب يخليكي، ربنا ما يفضه ابدا يعني. يا رب. احنا بنقول ان التفاؤل ده يعني رد. تفتكري التفاؤل ده قرار ولا رد فعل ولا طبيعه شخصيه؟ فعل وليس فعل، ده محصله. محصلة. محصلة لأشياء كثيرة غير موجودة. زي يعني الأجواء العامة من يعني الاطمئنان، ما فيش اطمئنان لو أقول باللغة. صوت حضرتك واطي شوية. بقول الاطمئنان اللي احنا بنسميه الأمن مثلا، الاطمئنان غير موجود، فكيف أكون غير مطمئنة وكيف أكون متفائلة؟ كيف اكون مثلا مستقبل زي ما قالت الدكتوره غاده، الا بذكر الله، يعني يعني مستقبل رمادي زي ما بيقولوا. لا 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 لا، ان شاء الله خير. لا دكتوره يعني المستقبل تتضح مع علمه كده، يعني هنعيش ان شاء الله. بنشكر حضرتك يا استاذه منى. ميرسي حبيبتي، كتر خيرك على التليفون. لا عايزين نقول حكايه اقول لكم حاجه انا عارفه انا عملت كده. انا حاسه ان كل التليفونات اللي جات لنا هم
بنلف كلنا في اطار واحد المزاج العام كده. بس على فكره الايمان انت حاجه وعكسها يعني تفاعلوا بالخير تفاعلوا بالخير تجدوه ده قرار ده ما تقوليليش وجدان ده قرار انا بتفائل فاجده انت واخده بالك النهارده انا لو بقيت اعتماديه ماشيه اشوف الظروف واشوف الامن واشوف الشجره واشوف النظافه واشوف 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 عشان اتفائل معنى كده ان انا محتاجه الدنيا كلها تتعدل عشان اتفائل ما ينفعش انا النهارده ربنا خلقني انا اقوى مخلوق على الارض بعقلي لازم الانسان يفهم كده لازم الانسان يبقى بيتعامل مع نفسه من هذه القوة الجبارة. من اللاوعي ولا من العقل الواعي يعني مين وعي. اللي بيزق مين بصي اللاوعي ده اتحط كده يعني مجازا في العلم شو خد بالك بنظريات قديمه قوي اوكي صاحبها انتحر اساسا انت واخده بالك ازاي عشان اتلسع يعني احنا عايزين بصي انسان وهو واعي كان زمان بيدوكي حقن عشان تقولي كل اللي انت عايزاه وتفضفضي كان ده بطل اما كنتيش تقعدي على الكرسي بس في حاجه اسمها مخزون وانت صاحيه ونطلع المخزون سوا وتعيطيه وتعملي له اسسمنت وتقييم وياثر فيكي ويرجع على عقلك بمدلول ملوش قيمه يعني فاهمه لو انا خرجت وانت طب عشان انا انا عايزه اخش في موضوع تاني ارجع اردك في موضوع شتي كنت بتكلمي في موضوع مهم جدا حته ان انا لازم اكون مقرره ان انا لما انزل حتى لو شفت الاشكال اللي مش حلوه والشارع مش نظيف وبتاع لازم اكون مقرره اني اكون متفائله عشان يجي لي التفاؤل اكون مقتنعه بس ان التفاؤل بيجي من جوه لبره السلوك هيساعدني والوجدان هيساعدني بس القرار ده والقناعه دي لازم تكون موجوده يا اما هحبط بسهوله جدا ما انا قلت لك هيبقى عمرها قصير يعني بعد شويه هخبط مش حاسه انت عارف تعمل ليه الدكتوره غاده من جوه ازاي لا ما انا مش مقتنع بيها عشان اعمله يعني من عقلي من ارادتي من اراده نسميها اراده يعني انت بلاش على العقل اللاواعي اقول لك حاجه هو العقل ده عباره عن ايه عباره عن ايه العقل ده عشان نبقى احنا متخاصمين مع العقل احنا شعوب بتتخاصم معاه على فكره مش عارفه ليه يعني اشعال بترجمها لعقلي العقل ده مصنع احنا في الوجدان في نوعين وجدان كويس انت ربيتي حيوانات قبل كده حد ربى حيوانات اوكي انت ساعات تحسي ان الحيوان ده فاهم صح تقولي والله العظيم بيفهم ازاي بيقولوا ما عندوش عقل صح جاله منين ده جاله ان في نوعين من الوجدان وجدان في الوظائف العليا للمخ اللي ربنا ربطه بالعقل ربنا ربطه بالعقل يعني عشان انا ابقى مش مكتئبة مثلا فلازم كل افكاري تبقى افكار ايجابية واحنا بنعمل حاجة اسمها علاج سلوكي معرفي يعني ايه يعني اجيب افكارك الغلط دي ونصلحها مع بعض فتبص تلاقي مزاجك اتعدل بان اعرف معلومات او معلومات أو انت عندك فكرة يعني فكرة. مثلا فكرة انا مثلا ما فيش مديدة انا انسانة وحشة جدا فنبدأ ناخد الفكرة دي ونقول نثبتها وننفيها نقعد نثبتها وننفيها نثبتها وننفيها فتبص تلاقي هذا أثر في الآخر على إيه؟ مزاجك طيب يسري مش مقتنع أستاذ يسري لا أنا مش مقتنع لسبب إحنا بنقدم برنامج وهي عليك وهي عليها كدكتور أنها تقنعك طيب وأنا أنا عايزة الحوار ده بقى يمتد أنا أقنعها عزيز إحنا بنتكلم لمشاهد مصري طبعا خلاص خلينا ناخد إيه المشاهد المصري المشاهد المصري بيحركوا جزء من جزء كبير جدا من التراث بتاعه عاداته تقاليده يعني احنا كمان كل سنه وانتم طيبين داخلين على رمضان مثلا بتبص تلاقي في ازمه ماليه في البيوت لكن ده مش مشكله هو ممكن يستلف علشان يدخل رمضان او ست البيت تحديدا ممكن تستلف تدخل رمضان عامله الطقس الرمضاني عايزه تغير ايه في البيت عايزه تضيف عايزه تحط ففي الاخر ده بتناقش عقلها ولا وجدانها هي عايزه تعمل ايه الخطوه اللي هي عايزه تأسس عليها لو استلفت ومعهاش يبقى وجدانها عشان وجدانها يبقى مبسوط لا لو العقل هي هتودي نفسها وجوزها وبيتها في 60 داهيه فانا بتكلم دلوقتي هي عارفة في هترد فلوس لا مش عارفه مش عارفه انا بقول لك ممكن ما تبقاش عارفه وناس ده ناس كتير يعني فاذا انا عايز اقول ايه عايز اقول ايه عايز اقول مدبره يعني بتبقى طالما بنتكلم للشعب المصري المواطن المصري البني ادم المصري لازم نتكلم معاه باللغه اللي هو يقدر فعلا يخلق بيها جو من التفاؤل الحاله العامه احنا حاصل ايه بقالنا سنه ونص دلوقتي حاصل ايه الناس سقف توقعاتها بعض الناس او كثير من الناس سقف توقعاتهم عالي جدا فكان بالتالي المحصله النتيجه ان مفيش اي حاجه من سقف التوقعات حصلت فاكتئبوا طب ده معنى ايه بقى نوع من التوقعات دي عقليه ولا ده معنى ايه ايوه ثم النص الثاني كان عندهم احساس بان اللي حصل مؤدي الى فوضى
فبالتالي برضو واصلين لحاله ده مش إن احنا احساس. طب اكمل حضرتك فكرة. اكمل حضرتك لا ده احساس على فكره مش عقل. ليه بقى؟ لان احنا عندنا اعلام بقاله سنه ونص متخبط تماما، بيقول المعلومه وعكسها، عنده كم كبير جدا من المعلومات اللي ما يستوعبهاش اي بني ادم او اي بشر في الدنيا. احنا دلوقتي في المرحله اللي هي الاسبوع اللي فات ده بنحاول نطلع اعلاميا، الاعلاميين هم اللي ساهموا بشكل ايجابي في ان هم عملوا على جزء لا لا مش بعض كل الاعلام، كل الاعلام في الفتره سنه ونص، لانه كان جزء من المجتمع متخبط فتخبط، لان كل واحد كان كمان عايز يبحث عن دور ان هو يأديه، عايز يبحث عن شهوه النجاح، شهوه التواجد، شهوه ان هو يكسب اكتر. الحاله لو احنا اتكلمنا النهارده عشان نلخص موضوعنا، احنا لازم نتكلم في يوليو 2012. يوليو 2012 في مشكله في الشارع المصري. المشكله دي مش بس اقتصاديه، مشكله اقتصاديه، مشكله عدم فهم، مشكله معلومات ازيد من قدره اي انسان ان هو يستحملها، مشكله بيوت مصريه عندها اطفال في حاله نفسيه وحشه جدا، وحش. مشكله الناس فقد احساس الاحساس، حتى بنتكلم على فكره احساس الامان. احساس الامان دي كلمه ايه؟ كلمه بتتكلم على الفلوس، بتتكلم على الامان، بتتكلم على بكره، بتتكلم على الشغل. ناس كتيره جدا سرحت من شغلها. اذا في فكره احساس عام ناقصه معلومات. لما يتوفر المعلومات الحقيقيه لما يتوفر المعلومات اللي هي الحمد لله مش متوفره عندنا رغم كل هذا الاعلام الموجود، نسعى عليها من مين؟ المواطن المصري البسيط ده، بني ادم مصري. انا واحد من ضمن الناس اللي بعتقد اني جزء من الطبقه يعني بتصنع القرار. يعني انت بتقول يا استاذ يسري وانا ما عنديش اصلا معلومات اقدر ابني عليها بكره. المعلومات دي توفرت للمجتمع المصري؟ مش هتتوفر. لو يعني لو لو مش مش هتتوفر. لا صح ايه بس احنا عايزين نتكلم ولا نفض مجالس؟ لا نتكلم بس دي ايجابيه. لا 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 لا, لا, لا. الايجابيه ما تجيش كده. في مشكله في الاعلام حصلت عليه ان هو يصحح. احنا عليه ان هو يصحح. اثره سلبي جدا على الفتره اللي فاتت دي. النهارده احنا ما زلنا طب جبنا انتخابنا وجبنا رئيس ليه الناس مكتئبه او ضده؟ ما هو لان الاعلام مستمر دلوقتي في لخبطه الناس. يا جماعه في اعلام بيبني وفي اعلام بيهدم. طيب. في اعلام واصل لمرحله ان هو رايح انا ومن بعد الطوفان، وفي اعلام عايز ياخد بيد الناس. اذا انت لومت انت دلوقتي الاستاذ يسري قال والله جزء كبير طبعا من عايزين نتعرف على دكتور رادا على المعرفه. المعرفه المعرفه معزوله، والمعرفه المعرفه الحقيقيه، المعلومات الحقيقيه مش متوفره. طيب اسمعي ده حقيقي أسمع. وايه راي حضرتك في دلوقتي؟ انا الاستاذ يوسف فسري لي الكلام اللي قاله. اللي اتكلم سواء من التوقعات او الاحتياج للمعلومات او الطريقه اللي انا بفكر فيها عشان اتصرف. طبعا. انا مش بتصرفش وبعدين افكر، انا بفكر وبعدين اتصرف. أكيد. بس ساعات الفكره من كتر ما هي راسخه بتيجي السلوك على طول. يعني العاده والتقليد ده عباره عن ايه؟ ما هو مفهوم رسخ فيكي الدرجة انه بطلتي تبقي اوير او واعية انك بتفكري فيه، هو بتعمليه على طول. يعني اصبح شيء عادة. يعني انت النهاردة مثلا بتغسلي اسنانك قبل ما تنامي، هذه فكرة مفهوم اسمه مفهوم النظافة. طيب ايه اللي بيخليني الوسواس. ايجابية او سلبية هنا؟ ايه اللي بيخليني اكون ايجابية او سلبية؟ انا باخد أنا ده المعلومة. بصي ما هو انا لازم انا عندي بأثر في الحدث نفسه بخليه مش انا لازم عندي شوية حاجات مفاهيم في عقلي كده نقولهم سريعا بقى انا واضح ان احنا هتخلص. ما ينفعش ابدا ابقى متفائلة ولا ايجابية في غياب معلومة وفي غياب معرفة. لو انا النهارده طبعا احنا في بلد ما فيهاش دول معلومات اساسا. دي كده كلام استاذ يوسف انا قلتها الاول. واللي انت قلتيه ان الشعب المصري حاسس بالاكتئاب لانه ما عندوش معلومه. لا يمكن هو بيقول المعلومات المغلوطه ولا اعرفه حلو ولا وحش وانا ما عنديش معلومات او معرفه. استحاله. او عندي معلومات مغلوطه يعني طبعاً. عشان كده ما هو العقل مهم هنا. ايه بقى؟ انه انا النهارده حتى في العالم كله، احنا يمكن اتكلمنا على الاعلام مره حلقه طويله وقلنا انه الاعلام في العالم كله موجه، والاعلام في العالم كله عنده تخبط. ما انت واخد بالك ازاي؟ انت لابد يبقى الريموت كنترول في عقلك. هنعتمد ان انا بسمع فلان اقعد اخاف، بسمع فلان اقعد اطمن، بسمع فلان اقعد اصدق، انا اخد منه اللي انا عايز اسمعه، اقعد اكذب. معلش اسفه اخد منه اللي انا عايزه ولا في دين ولا ده بقى لنا كده ولا في اي حاجه. انا عقلي اللي بيفلتر، انا المنخل هنا. اوكي دي نمره واحد. قلنا نمره اتنين الفضفضه مع ربنا. أشتكي. اللي هما قالوها في التليفونات. مفيش حاجه اسمها الامن ما بيجيش من البوليس. احنا كنا بنتسرق قبل كده ونروح القسم يقولوا لنا ايه؟
عشان نعرف نجيب لكم الحرام. حرام فين الامن كان في مصر؟ كل واحد كان عامل امنه. احنا هنضحك على بعض بقى، انتوا واخد بالك ازاي؟ القصه كلها اول الامان من فوق، دي نمره 2. نمره 3 ابقى عارفه ان انا بعمل التفاؤل من جوايا. اه بتساعدني الحاجات لا شك، بس لو اعتمدت على الحاجات ضعت، لاني مش ضمناها ولا في ايدي ولا بتاعتي. اوكي فهمت. الحاجتين التانيين اللي يمكن قالهم الاستاذ يوسف في الاول، الحلم. كل ما الانسان كان حلمه كبير وملوش سقف، كل ما كنت متفائله. ليه؟ لانك انت الخطوات الصغيره اللي هتحصل بكره وبعده 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 هتحسي انها خطوه اتعملت، لكن لو حلمك قد كده ها خلاص خلصتي، خلصتي ما عملتش الخطوه دي، انا ما دخلتش الكليه دي، باظت يا اسطى طريق الالف ميل. لكن لما تكون انا حلمي النجاح، حلمي الشهره، حلمي التفوق، حلم التميز، حلم كبير عالي ملوش سقف، هتبص تلاقيه دخلت اي حاجه، عملت اي حاجه، انا عندي لسه عافيه. الحاجه الثالثه، الخمسه والاخيره. اه طيب العام والخاص، كل واحد في مصر عايش في جمهوريه مصر العربيه بتاعته، اللي هي يمكن ما بتعديش الشقه ساعات على فكره، يعني ما بتنزلش للعماره، ما بتوصلش للاسانسير. طول ما انت عامله كده عمرك ما هتبقي متفائله. انت لازم تبقي عندك هم. شوفي التفاؤل كل ما زاد المسؤوليه كل ما زاد التفاؤل على فكره. الانسان اللي غير مسؤول التنبل ده اللي قاعد على الكنبه ده ما وراهوش حاجه بكره زي بعده زي امبارح، لو رحت قعدت 3 ساعات ما حدش يعرف انا فين، ما فيش مهم، عمري ما هبقى متفائله. اخيرا لازم يكون في هدف يا جماعه. المزاج الكيوز اللي قلنا عليها، لازم كل واحد يبقى عارف شويه حاجات صغيره تبسطه. لازم واحد بيعمل ماسك فراوله على وشه، واحده بتعمل معرفش اي حاجه هبل، ابقى مبسوطه. السلوك بقى بيجي من ايه؟ انا ايه السلوك اللي عامله عشان كنت متفائله؟ المشاركه. اشارك في ايه بالظبط؟ في اي حاجه. انا النهارده لو شاركت البني ادم اللي قدامي ده في لعبه، في قرايه، في مناقشه، المناقشه اللي احنا عملناها دلوقتي دي بتعمل سعاده. بتطلعي تحسي انك انت دماغك اشتغل، عملتي حاجه، مش قاعدين كل واحد لوحده خلص واقفل، خلص اقفل. المشاركه زي ما بنقول لا انا هقول لك يا دكتوره بعد اذنك يا استاذه، انا عايز اقول حاجه في وقت قليل جدا. الحاله اللي احنا فيها بما اننا بنتكلم في يوليو 2012، احنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا مشروع قومي كبير. اول حاجه يعني انا كنت متوقع الحقيقه ان بعد استقرار الحكم ان الدكتور مرسي يعلن ان في مشروع قومي الناس كلها تلتف حواليه. الامور كلها مبهمه، كله في التراوى الحقيقه. فبدون مشروع قومي مش هيحصل حل التفاؤل الجماعي. خلينا بس نبقى ايه، مهما قلنا الصبح قلنا الصبح، وده اللي كان مفقود في السنين اللي فاتت برضو، ان مفيش حد قال في مشروع قومي انساني من لحم ودم. ما ينفعش تشك لا متفائل. لازم من لحم ودم. الحاجه الثانيه ان لازم نعمل الحاجات الصغيره لينا بقى، احنا لينا الحاجات الصغيره دي على فكره، مش لينا بقى ان احنا ندلع نفسنا، لا كمان ندلع الاخرين. ندلع الاخرين حتى بحاجات بسيطه جدا في حياتنا. ان شاء الله تعزم حد على فنجان قهوه، ان شاء الله تقف لحد في الشارع، ما انت بتدلعه انت كمان ما تعرفوش وبتدلعه، انت مش هتخلي سرور تلم بتعمل يعني في حاجات، في مليون حاجه صغيره. اسمحوا لي ان انا اخد منكم الكلمات الاكثر من رائعه، على وعد ان احنا لسه الملف ده مفتوح. احنا محتاجين ان احنا ندي اكتر، ان نعمل اكتر من حلقه عن التفاؤل المصري. استاذ يوسف الفخراني هتشرفنا يوم طبعا عشان نناقش كتابك ان شاء الله، يبقى في حلقه ان شاء الله. بشكر حضراتكم، وبعد الفاصل معانا الفقره بتاعت المعرض الدولي للسلع الغذائيه السوبر ماركت 2012، وبعد الفاصل هنلتقي بضيوفنا ان شاء الله. سبعة والمدة 4 أيام بيتعمل معرض كبير جدا اسمه معرض سوبر ماركت 2012. عايز أقول لكل أصدقائنا أن المعرض ده بيبقى كل المنتجات موجودة فيه، كل السلع متوفرة. أهم من كده كمان، غير أنه أسعاره طبعا الحمد لله هتبقى متوفرة لينا كلنا هننزل نبضع عشان رمضان، لكن عامل المرة دي حاجة جديدة جدا، عامل كورنر كده بيعلم سيدات ربات المنزل والمذيعات
اللي لسه ما تعلموش وبيتعلموا يطبخوا انهم يتعلموا يطبخوا. اول ما سمعت الفكره دي قررت ان اكون من يوم 16 منضمه لفريق الطهاة واحد واحد يعلمني الطريقه. بتمنى ان كل مشاهدينا يكونوا موجودين ان شاء الله وينضموا لينا ونتعلم كلنا سوا. وبيسعدنا النهارده يكون موجود معانا استاذ محمد منتصر مدير عام الشركه المنظمه لمعرض سوبر ماركت، استاذ اشرف جمال مدير العمليات، خلي بالكم بقى بجمعيه الطهاة المصريين ده البيج بوس بتاعنا، وطبعا الشيف رويده. اهلا بحضراتكم ونورتونا. اهلا وسهلا بيكم. طبعا احنا سعداء بالتجربه دي، احنا يمكن متاخرين اول مره نسمع عنها، لكن عايزين استاذ محمد منتصر يعرفنا اكتر بالتجربه. المعرض عباره عن ايه حضرتك؟ هو المعرض عباره عن ان هو متخصص، معرض متخصص في جميع الصناعات الغذائية. بقاله 16 سنة. بقاله 16 سنة، ابتدينا من سنة 97 إلى أن وصلنا ل 2012. بيشترك معنا الحمد لله كل الشركات، أكبر الشركات. ست البيت اللي بتشوفكم بتيجي تاخد قطعي ولا تاخد جملة لازم كميات كبيرة يعني؟ لا حضرتك ممكن ست البيت بتيجي تاخد جميع احتياجاتها اللي هي عايزاها للبيت اللي بتستخدمها خلال شهر رمضان. وفي طبعا سلع بتبقى موجودة قابلة للتخزين، ممكن ست البيت بتبقى عامله بادجت معينه انها تشتري هذه السلع بكميات. بس محمد كمية. العروض اللي هتعملوها وعد يعني من فضلك، هتبقى بقى بنص جنيه والجنيه ونص ولا ناخد حته كده ان احنا عاملين ديسكاونت بال 10 20 جنيه يعني؟ عارف انت تحس ان انا وانا نازله عامله شنطه ماليه العربيه بس دافعه اقل، ممكن الاقي ده يعني. هو ده اللي بيحصل وهو ده اللي هتلاقيه حضرتك موجود. في ديسكاونت كويس يعني؟ في ديسكاونت كبيره جدا بتوصل لدرجه 25%. في كمان هدايا الشركات بتقدمها بشكل قوي جدا جدا. احنا عايزين هدايا منتجات غذائيه برضو يعني، برضو مش عايزين شنط ومش عايزين شامبوات، احنا عايزين هدايا على كميه الشراء او على الكوبون الشراء ولا ايه بالظبط؟ حضرتك في شركات بتعملها على كوبون الشراء، وفي شركات بتعمل سحب في اخر يوم من كل يوم من ايام المعرض. ممكن حضرتك تلاقي ال سي ديز، ممكن تلاقي تلفزيونات، ثلاجات. هو المعرض 4 ايام. المعرض 4 ايام يعني اللي بتجهز عرايس على العيد كده زي ما في ولا حاجه فتره رمضان. عندنا على فكره احنا من فتره زودنا، حطينا سيكشن جديد جوه المعرض. الجزء ده بيتكلم عن كل الاجهزه الكهربائيه والادوات المنزليه، وده لانه احنا لاحظنا انه الجوازات بتكتر كتير جدا بعد شهر رمضان. بالظبط بالظبط. فده كانت فرصه كويسه قوي ان ست البيت كمان بتجيب بنتها وبتيجي علشان تجهز لها السلع المعمره. يعني في سوبر ماركت وكمان في سلع معمره، ممكن اجهز البنات ده. ايه ده الجمال ده؟ وتلفزيونات واجهزه منزليه. قول صناعه مصريه ولا في مستورد يعني؟ لا احنا بيبقى في الاثنين، بس احنا اكتر صناعه مصريه لان هي دي. طب ما تدخلونا الموبيليا. بس انا ما بهرجش والله، يبقى يعني انتوا دلوقتي عاملين انجاز. اربع ايام كل الاسر المصريه بتتفرج علينا هتقدر ان هي تنزل، وانضمنا ان الفلوس القليله الموجوده معاها مش مهم قد ايه هيقدروا يكونوا ويخزنوا البيت، وكمان العروسه تقدر تجهز طالما على كلام حضرتك الاسعار هتبقى حلوه ان شاء الله في التلفزيونات والغسالات. ان شاء الله اعملوا بقى اوض نوم وسفره وبتاع. الاستاذ اشرف بقى، استاذ اشرف جمال، احنا عشان متخصصين مواد غذائيه وسلع استهلاكيه، لكن في معارض تانية متخصصه في ان شاء الله المعرض السنه الجايه ان شاء الله هنعرف اكتر. استاذ اشرف جمال، جمعيه الطهاة المصريين حاجه اول مره نسمع عن حاجه زي كده. هي فعلا احنا عندنا تقصير في الحته دي، لان العامه ما يعرفوش موضوع جمعيه الطهاة المصريين خالص، لان جمعيه الطهاة المصريين هي جمعيه اعضائها هم الشيفات اللي بيشتغلوا في الاوتيلات او في المطاعم الفايف ستارز. شيفات معينين ولا انتم ممكن الشيفات. كل الناس بقى لها كام سنه الجمعيه؟ احنا بالظبط السنه دي في 2012 في نوفمبر الجاي هنحتفل بمرور 15 سنه على انشاء الجمعيه ان شاء الله. والغريبه ان اللي انشا الجمعيه هو شيف سويسري مش مصري والله، لان على مستوى العالم كل دوله ليها جمعيه متخصصه باسمها هي. فدي كانت بالنسبه لنا احنا كانت حاجه جديده، بس احنا كنا محتاجينها. احنا بقالنا 15 سنه بالظبط بنشتغل بشكل غير طبيعي علشان ندرب الشيفات المصريين اللي في الاوتيلات، وفي متابعه مستمره ودورات تدريبيه بشكل مستمره غير طبيعي ليه؟ بالاضافه كمان احنا عندنا كانت مشكله في الشيفات ان معظمهم مش دارسين. فبالتالي فكره ان انت بقى عندك شيف عارف القصه اللي انت كنت قبل الحلقه بنتكلم فيها، فكره ان الشيف حافظ بس مش فاهم، فعارف ان في ريسيبي بيمشي وراها لكن العلم بقى فبالتالي هو مش كرياتيف. فدي كانت المشكله اللي بتواجهنا. انا عايز اعرف انضمام الجمعيه مع المعرض،
هو احنا الفكره بقى... وفكرتكم انكم تعلموا ربات المنزل والستات اللي هييجوا اللي عندها سؤال واللي عندها استفسار ونفسي اعمل صينيه البسبوسه ونفسي اعمل الكنافه وقول لي والنبي اعمل الكانيلوني ازاي. ده انا منضمه، اعتبروني تلميذه صغيره جنبكم. هو احنا بقالنا فتره احنا بنفكر ان احنا نتجه لستات البيوت علشان احنا وجدنا فعلا اتصالات بشكل غير طبيعي يوميا بيجينا اكتر من 50 مكالمه. يعني بتعملوا لهم كورسات تدريب عايزين نتدرب بس احنا كل الكورسز اللي بنعملها او ورش العمل اللي بنعملها هي متخصصه للناس المتخصصه فتبقى فيها صعوبه. مش عايزين بقى. فقلنا لازم نتجه للقصه دي وابتدينا فعلا السنه دي ننشئ حاجه اسمها نادي بنوع عليه هوبي شيف اللي هي الناس اللي حابه الكوكينج. يعني في المعرض يبقى الهوبي أو لا هنكمله في الفتره دي. احنا بقى لنا دلوقتي حوالي 4 شهور شغالين فيه وابتدينا اول خطوه فيه ان احنا خدنا الاعضاء بتوعه اللي هو السيدات اللي الستات البيوت او الناس اللي هي بتحب الكوكينج. في رجاله كمان بتحب الكوكينج بس هم مش شيفات. وبعدين اتجهنا قلنا كمان هنتجه للمدارس علشان نعلم. انا بكلمني في المعرض. اوكي المعرض هي فكرة إيه موجود في المعرض. هي الفكرة بقى في الحتة دي احنا بقالنا فترة طويلة زي برا اي معرض متخصص لازم ليه علاقة بالأغذية لازم جمعيات الطهاء المتخصصة تبقى مشتركة فيه. هي بتعمل الاكتيفيتي اللي موجودة فيه علشان تعمل عملية جذب للزوار للمعرض وبالتالي يبقى فيه تفاعل ما بين الجمهور وما بين الشركات العارضة ويبقى في استفاده ما بين الاثنين. هتعلمنا هنرجع لحضرتك تاني بس خلينا بقى مدام رويده او مدام رويده ام سيف وعمر شيف رويده بتعملي ايه في المعرض بقى قولي لنا بقى هنطبخ بقى هنعيش هناكل في المعرض خليني جنبك ها هناكل هنعمل اكل كتير ان شاء الله احنا داخلين رمضان علينا محضره ريسبيز معينه اكلات معينه زي ايه عايزين نقول لكل اصدقائنا اللي اتفرجوا علينا ممكن يبقوا عايزين يعرفوا حاجات ييجوا طبعا انا محضره الاكل اللي احنا تربينا عليه رمضان العادي الاكل المصري العادي رمضان غير طول السنه يعني رمضان بتحبي عايزه تلاقي وليمه قدامك بس عايزينها بحدود يعني عايزين برضو ناخد بالنا لان رمضان ما تعملش عشان احنا نعذب الناس يعني احنا نحس بالناس ونحس بغير المقتدر مش نعذب غير المقتدر ان احنا عايزين ناكل ونشتري وما ناكل. طب هيبقى في رعاه او سبونسر للطبخات اللي انت بتعمليها هيبقى في اشرف اعتقد يعني بس عملنا بشكل المره دي عشان دي اول مره احنا مع معرض سوبر ماركت احنا بندرس المعرض ده بقالنا فتره عشان شايفين نجاحه فقررنا ان احنا نندمج لان احنا فعلا حسينا بيه بقالنا فتره طويله وبنتفق مع الشركات اوريدي علشان نبدا نحاول بقدر الامكان يبقى فيه فعلا موجودين عشان يبقى فيه رعاه للقصه دي. انا عايز اسال سؤال هل بيبقى مثلا انا المعرض ده طول النهار من كام لكام يا استاذ؟ 11 الصبح ل 11 بالليل. من 11 ل 11 حلو قوي. حضراتكم هتكونوا موجودين من الساعه كام لكام؟ احنا هنبتدي مرتين الديموز او النشاط. حلو قوي عشان نقول لكل اصدقائنا الطبخ هيبقى مرتين في اليوم بالظبط من 1:30 لحد 3:30 من 1:30 ل 3:30 ومن 7 ل 9 ومن 7 ل 9 يوم الخميس يعني غدا الساعه 5 بالظبط والخميس بس هو من الساعه 5 اخر يوم بقى هنكون من الساعه 5 يبقى اذا عشان نلم المعلومات لكل اصدقائنا المعرض ده معرض سوبر ماركت هتعمل من يوم 16 لمده 4 ايام في الاربع ايام دول غير انكم هتقدروا تشتروا كل احتياجاتكم اللي انتم عايزينها باسعار اكثر من رائعه بعروض اكثر من رائعه عايزين تجهزوا بناتكم كمان في اهي داخلين بنقنعه بعد الاجهزه الكهربائيه احتمال يبقى في اجهزه تانية لكن كمان نقدر نتعلم نطبخ ازاي مرتين في اليوم من 1:30 ل 3:30 ل 3:30 و من 7 ل 9 ومن 7 ل 9 ما عدا يوم الخميس اشرف مين اتفضل في سؤال هل ممكن انا كاستاتي يبتدوا يكتبوا اساميهم من دلوقتي ولا لما نيجي يوم 16 نقول لك والله احنا الواحده 2 3 4 كذا واحده عايزه تتعلم هيبقى عامله ازاي احنا يبقى عندنا جزئين مهمين هيبقى في ستيج موجود علشان يقعدوا ويبقى في يكتبوا بالنسبه للناس اللي هتحضر عشان يتابعوا الخطوات اللي بتحصل بالظبط تمام واحنا هنحاول يمكن انت اديتيني فكره واحنا قاعدينها دلوقتي ان احنا نحاول بقدر الامكان مع المعرض والشيفات اللي هتبقى موجوده ان هي مش مجرد انها تعلمهم الكوكينج او الطبخ لكن تعلمهم ازاي يشتروا من السوبر ماركت هو طبعا يعني دي استاذه شرفه مش عندنا هي فكره انك تعلم الستات دي منقوله من برنامج شهير جدا اسمه ستات ما عرفوش يكذبوا يعني ده خلينا احنا ناخد شهير جدا حق ال لا نزكي انفسنا نحن لا نزكي انفسنا ولكن الفكره معك جميل لا هي الفكره يعني فعلا احنا محتاجين مش مجرد الطبخ وبس لكن الطبخ الصحي
لان هي بالزبط. مشكله احنا بتواجهنا كتير جدا ان احنا بنحط حاجات ملهاش علاقه ببعض لكن في الاخر هي دي. ما عندناش التيست، ودي جزء مهم جدا ان احنا نعلم الاطفال وهم من صغيرين انه يبقى عنده تيست بالظبط، مش يعني مش اي موجودة. جانك فود ويقلب حاجه بالزبط. فيها دسم وخلاص، لا دي مهمه. عشان كده النادي بالظبط، النادي طه احنا كمان رايحين للام والطفل عشان كده نعلمهم هما الاثنين يندمجوا مع بعض وياخدوا كورسز مع بعض. حلو قوي، جميل. فدي فكره من الافكار اللي احنا رايحينها باذن الله. طب ممكن نعرف مين من اشهر الطهاء او الشيفات اللي في مصر؟ اللي رايده اهي، طبعا احنا معانا 5 شيفات. احنا راعينا في فيهم ان هما فيهم على الاقل 4 من منتخب مصر للشيفات. ايه ده، احنا عندنا منتخب؟ طبعا عندنا عندنا واحد من اقوى منتخبات اللي موجوده في المنطقه، وفي اولمبياد للشيفات زي اولمبياد اللي بتحصل للرياضه، وفي كاس العالم للشيفات زي فول الصين العظيم كده. كان دي كانت حاجه مختلفه يعني حقيقي، ده اكيد فعلا موجوده. احنا ندخل بمسابقه الفول، واخر كاس عالم احنا واخدين فيها 6 ميداليات. انا عايزاكم تدخلوني اخر 4 ايام في مسابقه. انت طبعا بفضلكم لازم اتحدى نفسي. مفيده تتحدى لازم اتحدى، اوعدكم ان شاء الله اخر الاربع ايام دول لازم بجد لازم اخش، بس لازم يبقى حد ينافسنا على قدنا. في حاجه جت على بالي كمان، هل في دكتور التغذيه او دكاتره التغذيه بالفعل اللي هيعلموا الناس الهيلثي فود او ثقافه الاكل الصحي؟ احنا بالنسبه لنا للشيفات اللي احنا بنعلمهم الشيفات بيتعلموا من البداية ان هو البيزكس اللي انت كنت بتسأل عليها. انا بنسى انت هتفتن من دلوقتي. هي وايدة ممكن بالزبط. تقول لا هي اتفضل يعني اعتقد ان احنا السؤال اللي منى بتقوله احنا ازاي ما ننساش. منى بتقولي بس انت عشان انا بطبقها. لا انت قلتي انك بتنسي عشان انت معتمدة على حد تاني هيطبخ لك. ماما ربنا يخليها لي يعني. طالما احنا معتمدين، لكن لما نبقى عايشين لوحدينا او بتتجوزي او بتبقي في سفرة. طب رويدة زي ما منى قالت ان انا لما اطبقها احفظها. طبعا مره ورا بعد مره خلاص. وبعدين انت مضطره تطبخي فهتحفظيها. المره دي نسيتي كذا، المره الجايه هترتجلي، بعد كده هتلاقي نفسك بتالفي اصل الطبخ. ده حاجه أحسن بسيطه. احسن طريقه يعني لتعلم شيء انك تفكر ازاي هتعلمه لحد. بالظبط، فبتثبت المعلومه. ايه اللي خلاكي تشتغلي شيف؟ عشان الرسامه. يا سلام يعني روقان اللي احنا الجرنش بتاع الطبق بيترسم بقى زي اللوحه. لا انا كنت انا رسامه اصلا ورممت جامعه الازهر، كنت مسؤوله وشاركت في ترميمه وعملت شاركت في مقبره توت عنخ آمون النسخه الاصليه. عملت حاجات كتير في ده ما شاء الله. بس بدراسه ولا موهبه؟ انا خريجه شغلي رسامه. سوري كانوا بيكلموني طبعا ببان زي اللي مش سامعه. لا انا اسف. بس فهي الحكايه اشتغلت بسبب ولادي، بقيت رئيسه قسم في مدرسه امريكيه. النقلة جت منين؟ النقلة جت ان انا في بيترسم بيتنحت على الكيكس وبيترسم عليها وبيتعمل على تورت الافراح. في حاجات بالجرافيك والكمبيوتر. لا 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 يدوي، كله يدوي. فانا جبت الالوان اللي بتتاكل، الوان الايتبل، بس من بره للاسف المصري بتبقى فيها ملوحه عاليه شويه. خطر كمان، ممكن تبقى مش صحيه 100%. بالظبط. برسم عليها لوحه كامله كان تابلو قدامي، لوحه زيت برسمها. بقلد كوبي لاي فنان مشهور بحطها، ببتدي اشكل. مفيش حاجه السي بي سي كده يعني. مره لازم تيجي تعمل لنا حاجه. هنعملها في المعرض يا منى، دعوني بنعمل. بس انا بعلم، مش يعني هو مش الغرض ان انا اوريكي استعرض لك قدراتي. هو الغرض ان انا اعلمك بطريقه بسيطه ان انت تبقي احسن مني كمان. فانا بعلم الناس او بحاول اقدر اني اعرف فكره ان الورد ازاي يتعمل بطريقه بسيطه، ننحت الشكل، بنعمل الفجر او الشكل بتاع الكيك كان هي حطوبه او طينه، ده الكيك بقى، وببتدي اشتغل فيه. فجت لي كده. انا عايز اسال استاذ محمد، معلش انا اسف، بس استاذ محمد انا في سؤال مهم جدا اساله. في بعض الشركات مثلا بتبقى اكسكلوسيف لاماكن معينه، او مش بتنزل منتجها غير في اماكن معينه، والشركات دي بتبقى مطلوبه، الست المصريه بتبقى عايزاها. هل الشركات دي هتبقى منضمه كمان للمعرض؟ ان شاء الله. يعني مفيش اي منتج ممكن ما الاقيهوش بره؟ لا مفيش اي منتج ممكن ما تلاقيهوش جوه معرض سوبر ماركت. معرض سوبر ماركت شامل كل المنتجات اللي ست البيت محتاجاها خلال شهر رمضان. خلال شهر رمضان. طب انتوا ليه 4 ايام بس؟ 4 ايام بس علشان احنا يعني بيبقى بعدينا على طول شهر رمضان. وكمان قبلينا في الاسكادول بتاع مركز المؤتمرات بيبقى في معارض تانية، فهي الفتره جت كده ان هي لازم يعني تبقى 4 ايام بس. تعرف عاداتنا قبل الحاجه بيوم لازم نجيب. لا وهو الناس كلها مركزه
وهيبقى جامعه ما بين ان احنا اعمل الشوبينج اللي انا عايزاه واتعلم، فده حاجه جديده. احنا كمان بنحب نتزنق، مدمجين الاثنين ببعض ودي مهمه جدا. يعني بنحب نتزنق عشان ننزل نشتري الحاجه، لازم نتزنق عشان ننزل نجيب بالزبط. الحاجه. لكن احنا لو عملنا فتره اسبوع 10 ايام برضو حضرتك هتلاقي انه اخر 4 ايام هم اللي فيهم بالزبط. البيت بتاع الناس. منى كانت سالت حضرتك سؤال على الاسامي بتاع الطهاء او الشيفس اللي هيكونوا موجودين غير الاستاذه روايده، هيبقى مين تاني مشهور؟ واحنا مسموح لنا ان احنا نقول الاماكن بتاعتهم؟ احنا من الصبح بنقول صلصه وثلاجات وحاجات. هيبقى موجود شيف من انتر كونتيننتال سيتي ستار، ده الشيف جلال فاروق. تمام. وهو اشترك قبل كده في مع منتخب مصر في لوكسمبورغ وفي تركيا، وكمان هو اشترك في اخر اديشن لتوب شيف في لبنان. حلو. وموجود في لبنان، يعني مع طه برضو جميل. بالظبط. وشيف محمد ربيع موجود في مطعم من الحاجات الجديدة الموجودة في مصر، اللي هو خدوا فكرة الأكل بتاع الشهرة وعملوه بطريقة مودرن. جميل. زي طعمية مثلا تتعمل بالموزاريلا. عرفته ده، عرفت اكلت فيه. فين ده؟ في الزمالك. انت بتروحي تاكلي لوحدك؟ في الزمالك. هاخدك معايا. بيعملوا الاكل الشعبي اللي بيتعمل على العربيات، السوسيس والسجق البلدي. ده هيبقى في يوم كده برضو في هو هيعمل الجزئيه ليها علاقه بالحته بتاعته دي. انا منضمه، انا عايز اتعلم. وهو برضو كان في توب شيف ومنتخب مصر. بيقدموا الاكل بشكل جديد جدا برضو. طاجنات المخللات ازاي ومتغلفها ازاي، والعيش العسليه، الحاجات الحاجات بتاعت الشارع التقليديه بتاعتنا بس الطريقه مودرن. هيبقوا في المعرض برضو ان شاء الله. شيف منهم موجود. كويس قوي. ثالث شيف الشيف محمد منتصر، هو جراند حياه سابقا وواحد من اكبر الشيفات المصريين الموجودين في منتخب مصر. بالاضافه كمان شيف شهيره داوود، هي من اسكندريه. ست اهي في وسط يعني 43 ست. ورويده وشهيره كمان كانت مشتركه في كاس العالم الاخير بتاعت الشيفات في فرنسا بتوع الشوكليت. فكانت بتمثل مصر هناك. فدول احنا حاولنا ان احنا نعمل توليفه من الشيفات مختلفه جايين بافكار جديده علشان شهر رمضان، واعتقد هيعملوها فكره اكثر من جميله. احنا عايزين نقول لكل اصدقائنا وكل بيتفرجوا علينا ان شاء الله برنامجنا استات معرفوش يكذبوا هنكون موجودين في المعرض ده من يوم 16 على مدار ان شاء الله الاربع ايام. انا هتعلم، لان انا مقرره ان انا عاجبني الموضوع ده، دي فرصه شاف ببلاش يعني. في ايه ده؟ وبعدين حلو ندوق الاكل قبل ما رمضان، مش نبقى صايمين. كمان عايزين نقول برنامجنا او سي بي سي هتكون موجوده طبعا بكره في دار الاوبرا في الحفله اللي بنظمها دار الاوبرا، وهيكون فيها ريهام عبد الحكيم ومروه ناجي وخالد سليم ومحمد الحلو. وارجوك يا ريهام عبد الحكيم ما تنسيش بس فيها حاجه حلوه، دي سبيشال. لا واعتقد يعني ان الحفله دي معموله كمان لذكرى وردة، اعتقد ان الاوبرا عاملاها لذكرى الفنانة الراحلة وردة، فبنتمنى انكم تحضروا برضو. واحنا بنشكر حضراتكم ونورتونا وشرفتونا. 16 ان شاء الله. وفي انا السؤال الاخير لان انا نسيت اساله، ان في ناس كتيرة جدا بيبقوا جايين عايزين يعملوا شنط لرمضان، هل الاقي برضو الشنط دي موجودة جوه المعرض؟ يعني ممكن بدل ما اتعب واروح انقي من هيبقى جاهزة الشنط دي موجودة جوه المعرض؟ ممكن حضرتك تلفي على كل الشركات والمصانع اللي موجودة جوه المعرض، نقدر نعمل كل المنتجات او كل ست بيت تقدر تشكل الشنط اللي هي ما بين كم وكم عشان بس قبل ما نخلص عايزة. يعني سعر الشنط رمضان يعني هي ممكن، يعني انا ما اقدرش احدد بالظبط، بس هي ممكن توصل من زي ما هي البادجت او اللي هي المبلغ اللي هي محدداه هتلاقي بيه كل حاجه هي عايزاها. ده يكفيني حاليا. بنشكركم بس ان شاء الله برضه هنقابلكم مره ثانيه بعد الفاصل. شيف محمود النهارده الاربع وهيعلمني حاجتين، هيعلمني السلمون بالبطاطس وكفتة السمك. بعد الفاصل. ولان النهارده الاربع واحنا في فقره المطبخ، اربع فقره المطبخ، يبقى ناقصها شيف محمود اللي منورنا النهارده في الستات معرفوش يطبخوا. انا بسلم عليكي وبسلم على الاستاذه منى. مساء الخير محمود. مساء الخير. مساء الخير. انا هعمل لكم النهارده اسماك. والله سمك سلمون بالبطاطس والاعشاب وكفته سمك. انت خلاص احنا مش هنعمل في رمضان سمك بقى. لا ما هو احنا بقى بنودع شويه الموضوع. يعني انا بس حبيت اقول لبلغك عشان سمحت يعني بفضل. ممكن في الاخر شويه. انا ما بعرفش افطر في رمضان. احنا مش في رمضان سمك. دلوقتي بس عشان نبقى متفقين. احنا اتفقنا خلاص. انت تقسم قسم. لا مش قدام الناس رمضان 30 يوم. رمضان. انا مستعد اكل كشري بس مفيش سمك في اخر رمضان.
اوكي عشان خاطر احنا النهارده هنودع الاسماك عشان خلاص رمضان قرب. انا عامل سمك السلمون وعامل كفته السمك بالسمك الفيليه الابيض العادي، هتعجبكم. مقادير اول اكله هنعملها النهارده هي سمك السلمون بالبطاطس. سمك السلمون بالبطاطس والاعشاب مقاديره كالاتي: انا جايب قطعتين سمك سلمون وبطاطس شرايح رفيعه وثوم مفروم وعصير ليمون ومعلقه مستردة وزعتر اخضر واوراق بصل اخضر اللي هو الشايفز وفلفل احمر مفروم وزيت زيتون وملح وفلفل. الحمد لله. جميل. مين بيعكسك؟ لا لا خالص، هو كان مفتوح مش واخدين بالهمين. قول لهم اقفلوا. لا 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 خلاص، خلي الشيف محمود يطبخ والحمد لله. انا بس قبل ما تبتدي حاجه عايز اقول حاجه لكل اصدقائنا. احنا ساعات بنعمل اكلات زي السلمون زي الجمبري، احنا مش قاصدين ان احنا نضغط على الاسره في حته الامكانيات بتاعتها، لكن ممكن من ان لاخر تعرفوا انواع، ممكن في مناسبات خاصه بالزبط. عندك ضيوف، عندك حاجه تقدري انك تحطيها في الكتيب بتاعك وتطلعي وقت اللزوم، مش شرط ان احنا نعملها كل يوم يعني. وممكن نوع السمك نفسه يتغير يعني، اما توفرش في وقت من الاوقات ممكن نغير نوع السمك ونحط نوع تاني. انا تحت امرك. بصي، اول حاجه هنعملها الموضوع بسيط قوي. انا اتكلمت عن اوراق البصل الاخضر اللي هي الشايفز ده. الشايفز ده بشتريه. البصل الاخضر موجود ده، انا بحطه في كل حاجه في السلطه وفي الطبق. ده حلو قوي يعني، هو بيتباع كياس كده. كيس رفيع بلاستيك في العيدان الخضرا دي بس، لو وانا بقطعها زي واحنا بنقطعها لو مش متوفر نجيب العيدان الخضرا بتاعه البصل الاخضر وناخدها نبدا نعمل، وده يبقى احلى واوفر ونخلص. هو رخيص وفي الحاجات الاورجانيك يا ماما. نصرف يعني سلمون وكمان شايفس. حطينا معلقتين زيت زيتون وحطينا من عيدان البصل الاخضر كده، ونبدا نرص شرايح البطاطس الرفيعه كده. برضو انا يعني برضو شاف يعني، بص بترز زي البطاطس مش زي تورتايه جنبهم جنب بعض. لا 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 خالص، واغطي الفراغات يعني مفيده، وهي بتقلب الحاجه على بعضها تقول لك اهي تتاكل وخلاص. والله بقت شاطره يا جماعه، والله بقت شاطره بجد. انا لسه انت لسه بقى، ده احنا عايزين نفاجئ الناس بقى في رمضان. في رمضان انا معاك في رمضان ده. انا يعني انا اللي هستنى منك يا مفيده بقى ان شاء الله. لا ميرسي كتر الف. خلاص خلصي مني. لا علمك الطبيخ وتتجوز. احنا عملنا كده شرايح البطاطس مع زيت الزيتون. بنحط هنا معلقتين من زيت الزيتون. تمام. ونحط معلقه من الزعتر الاخضر. اوكي. وشويه من اوراق البصل الاخضر. ايوه. والفلفل الاحمر ناخد شويه هنا كده على البطاطس. الفلفل الاحمر ده اللي هو احنا بنجيبه برضو؟ فلفل احمر رومي. ده عادي رومي احمر. رومي او حار. حسيت انه مخلل ليه مش عارف. لا مش مخلل. ده ليمون. عصير ليمون. اوكي. ونحط شويه من الملح. اوكي. وقليل من الفلفل. قليل من الفلفل. كده. وبعدين نحط المستردة. اتفقنا؟ معلقة المستردة. طب والتوم يا شيف؟ والتوم. هو مستخبي ورا كده. المستردة دي مع البطاطس يا جماعه لما بتستوي في الفرن. اوكي. بعد ما بنحط دول كده بنج، بنحط عليهم، عملنا خلطه البنج العالميه لكل من يريد ان يعني يتبنج. ربع كوبايه من الميه. ايوه كده. وبعدين ناخد قطعه السلمون ونتبلها في التتبيله كده، ويفضل ان احنا سيبها بقى. يا سلام لو نسيبها. لا ما احنا مش هنسيبها. سيبها بقى نسخن ال اوكي. بصي هنعمل كده وكده. ادلق بقى بقيت وبقيت التتبيله دي على يا سلام يا ابو. شوف هو الموضوع بقى عندي سنس الطبيخ. هو الموضوع بسيط قوي يعني، عارفه يعني. سيبيكي بقى سيبيكي سيبيكي انت من الموضوع ده على راي اميره. بقى عندي السنس بتاع الطبيخ والله. انا معترف. ونحط كمان معلقة زيت زيتون كده، وندخلها الفرن لمدة نص ساعة بس. بس وتطلع زي ما هي كده. وتطلع زي ما هي. اوكي. ندخل على تاني أكلة. تمام. بعد ما ندخل دي الفرن ونجيب حتة منديل. ثانية واحدة، عايزين نوري طبعا الجزر بتاعنا. اهو. احنا دخلنا دي نص ساعة، بعد نص ساعة بالظبط بتطلع الشكل ده. ده السلمون بالبطاطس والفلفل. والفلفل هيبقى ناقص لنا الايه؟ الاكله الثانيه كفته السمك. كفته السمك مقاديرها كالاتي: بنحتاج نص كيلو سمك فيليه يكون مفروم، ومعلقه برضو زعتر، ومعلقتين خيار مخلل. ده بيدي طعم حلو قوي في كفته السمك ده. ورشه كمون، ومعلقتين من اوراق البصل الاخضر برضو، وملح وفلفل، ومعلقه من الثوم المفروم، ومعلقتين عصير ليمون، رشه من البيكنج صودا لو ما توفرش يبقى بيكنج باودر. الرشه الصغيره
دي بتفرق قوي مع الكفته دي، ومعلقتين نشا، وبرده فلفل مفروم احمر بس يبقى حار، وزيت عباد الشمس ده للقلي، واي اوراق خضراء لتقديم الطبق دوت. طيب السمك بيتفرم ازاي؟ بصي انا جبته قطعته بالسكينه قطع، بصي قطع ازاي؟ اوكي زي الشاورما. قطع صغيره انا مضربه في الكبه. لا هيبقى معجون قوي، هيبقى معجون قوي. وانا احط له دقيق؟ ثانيه بصي، لا انا يعني انت جاوبني. ممكن ممكن يعني انا لو ضربته في الكبه وحطيت له دقيق يمسك نفسه ولا ده احسن؟ هيمسك نفسه، ومن غير دقيق كمان هيمسك نفسه، بس الوصفه دي فيها طعم السمك وحتت السمك اكتر شويه. يعني انت عايزني كفته يبقى فيها حتت السمك بالظبط كده، كريسبي كده محمر. بنحط الاوراق البصل الاخضر ونحط السمك بعد ما قطعناه حتت صغيره عشان كل اصدقائنا يبقوا فاكرين حتت صغيره، وبنحط عليه الزعتر. شغل هنا البوتاجاز بس خلاص، ونحط الثوم، وحطينا كمان هنا الخيار المخلل ده بيفرق قوي في كفتة السمك دي، كمان الفلفل الأحمر الحار، وبنحط معلقتين دقيق. لا النشا دي نشا؟ نشا. ليه بقى نشا؟ بيدي تماسك كويس مع المعلقة البيكنج صودا اللي أنا قلت لو ما توفرش يبقى بيكنج باودر. البيكنج صودا بيعمل إيه؟ بيخليها تنفش شويه، تبقى زي البان كيك كده. اي صودا، بيكنج صودا، اي بيكنج صودا، بيكنج باودر بتدي. وحطينا عصير الليمون، ونحط رشه من الكمون كده، ونبدا نعجن الخلطه دي كلها كده زي ما احنا شايفين. اوكي ونعملها جديد علينا قوي كفته السمك دي. ممكن نزود سنه النشا اللي بقت دي عشان الايه جديدة علينا جدا. ريحتها كمان حلو وريحتها باينه، وريحتها كمان وهي نيه ممتازه قوي. هنحط معلقتين من الزيت كده، مهم زيت عباد الشمس كده، وهنستنى عليه يسخن حاجه بسيطه، وبعدين نبدا نعمل كور كده ونضغط عليها بالشكل ده من غير دقيق بقى ولا حاجه. من غير دقيق، من غير ولا اي تفصل حاجه مننا ولا اي حاجه. هتفصل هنشوف دلوقتي كمان، ولا هتفصل ولا هتفك مننا، ده كله بالعكس هيلم مع بعضه. والاسباب هي النشا، النشا وهتدي جوه فراغات، يعني مش تبقي وقت بتاكلي حاجه مكتومه قوي، والسبب هو البيكنج صودا. اوكي نشوف على فكره كدا. وشيف محمود بيحط الحاجه في الطاسه. عايز اقول لحضراتكم ان بكره النصف من شعبان، والنهارده ليله النصف من شعبان، بترفع فيها اعمال السنه كلها ركعتين في جوف ليل كده، يغفرون سنه فاتت ان شاء الله، ونطلع مغفور لنا في الليله دي. وبكره موسم، ممكن نعمل الاكلات الحلوه اللي عملها شيف محمود دي ان شاء الله. ان شاء الله يعني. أوكي. انا لو صليت النهارده ركعتين يغفر لي الذنوب بتاعه السنه طبعاً. كلها اكتر اللي يقدر يعني يبقى حاجه جميله مثلا. هي السنة دي نص شعبان اللي تغير فيه القبلة. الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى لاحظ ان هو وجهه بيتغير في السماء، فقال له فلنولينك قبلة ترضاها، وتغيرت القبلة في اليوم ده في النص من شعبان، كان بيصلي صلاة الظهر. وعشان كده في مسجد اللي فيه القبلتين بنروح اللي احنا بنروح نعتمر فيه، كان في المسجد الأقصى وبعد بقت في المسجد. طب حلو يعني انا جميل جميل القيام النهارده وبكره صيام يا جماعه. عندنا مذاكره. عندنا مذاكره النهارده طول الليل وبكره صيام مستحب. طيبين يا شباب، كل سنه وانتم طيبين وطيبين كلكم، ويا رب رمضان يبقى خير علينا وعلى الامه الاسلاميه كلها يا رب. شفتي بقى قطع السمك دي هنسيبها على نار هاديه كده. اوكي ده كده ما فيش ولا حتى فتحت لا لا ولا. مش هتفتح. بص هوريكي بس طيب. هوريكي ممكن نحط كده شويه اي اعشاب خضراء، اوراق خضراء عندنا، ممكن ورق سبانخ، ممكن ورق جرجير. السبانخ مش موجوده اليومين دول يا شيخ؟ لا موجوده يعني في بعض اماكن. البيبي انت ليه بتعمل كده؟ ده سلطه هقدمه جنب الكفته. طب دي السلطه دي انا قفلت الطماطم اللي فيها، ما فيهاش طماطم، هي كلها اوراق خضراء. يعني انا حطيت شبت، حطيت شويه اوراق سبانخ. ليه؟ هو انا ارنب؟ ده انا احب اكل الارانب ده، خليهولي انا معجبه جدا بالطبق الاخضر ده. اعمل لك طبق بابا غنوج. شوف معمول بجد بابا رجل، يعني انا اكل. بصي شكل، اديني حته قشطه. بصي بقى شكل الكفته والسلطه، هتحط عليها ايش يا محمود؟ يعني السلطه يعني خلينا نحط الله. عليها كده يا دوب معلقتين من زيت الزيتون، تمام، ونحط رشه ملح. يا سلام لو في مشروم بقى متقطع. وده الشكل النهائي بتاع كفته السمك، وده السلمون بالبطاطس، ودي ممكن سلطه أوريكو الارانب الموجوده. واوريكم حاجه هنا سريعا سريعا بس. بصي هنا القطعه بس وهي بتتقلب، ده مهم قوي. بص زي ما هي،
كل ده عشان حطيت النشا وحطيت بيكنج سودا. بيكنج سودا. بيكنج سودا. نفس الطريقة شيف محمود لو كفتة جمبري أنا بحب. ممكن ممكن تجيبي وقتها الجمبري الصغير وما تفرمهوش. شيف محمود أنا بشكرك أوكي. جدا ونورتنا ونستناك الأربع الجاي وبشكر كل مشاهدينا بشكرك يا منى وسيدة وإن شاء الله يوم السبت وحلقة جديدة والستات ما بيعرفوش يكتبوا خالص. ناكل بقى. ناكل. بصي الكفتة.